هذه يا طول العمر تقول لي انا جديده في المدينه. هلا بالجدد، هلا والله تو ما انا ورا في المدينه، وانا بعد جديد والله، وعزابي وكهربائي مسكين على قد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب، شكرا على دعمكم وتعليقاتكم في الحلقات الماضية. اليوم بما أني أحب المحاكاة وصلنا إلى محاكاة الكهربائي، خلنا نتفق من بداية المقطع أني أنا مهندس مدني، ما يخص صنيف الكهرباء أبدا. كل اللي أعرفه أن في حصة العلوم يمكن صف سادس كانوا يجيبوننا اللمبات هذيك الصغيرة كذا اللي توصلها في بعض لما يشتغل واحد منهم، وكان هذا قمة الإبداع بالنسبة لي. طبعا يا شباب هاللعبة محملها من ستيم ديمو، لسه ما نزلت كاملة، ولكن صراحة نحس انها فخمة كذا. يقول لك thank you for coming I see you already start your journey real كهربائي جديد. يقول في مهمات خفيفة كذا في الزباين، في بيوت الزباين، sell some old item، بيع شغلات قديمة. طيب يقول لي فوق على اليسار هنا عندك التاسك او المهمات او الوظائف اللي راح تجيك، كلها راح تبين في هذا المكان، وساعدني في بيع بعض الزبالة وانت بكرامة في هذا. حرفيا يقول لي sell all this garbage حوالين الجراج. A reward المكافأة you can keep the change، يعني خل عندك الخردة والباقي خلها معك طقطق. الكومبس هنا يقول لي راح تحدد وجهتك او وجهة المهمات كلها من فوق، تبين وين ما وجهت يلف معك. واخر شيء على اليمين هنا يقول لك خذ لك $200 كبداية مش امورك. وهنا سمعتك اللي هي reputation، تعلم ريبيتيشن سمعة، عشان تعرفون ان محتواي مش بس العاب، فيه تعليم. هذا الجراج مثل ما تشوفون يا اخوان، ايش العفسة هذه والخبصة والخبيص، انا في وسط زحمة شو حرفيا ما في مساحة حتى حواليني. طيب كراتين $5 على طول يا حبيبي يزيد فلوس، يعني تنظيف تنظيف تنظيف، بس جايبها بطريقة كذا من ورا التريلات، عرفت اللي اونا بيع الاغراض، نظف نظف. لازم كافيه سيموليتر اللي لعبناها الاسبوع الماضي وثيف سيميليتر، لازم في البداية تنظيف. اغلب العاب المحاكاة هاوس فليبر اللي لعبناها، بس ايش السبري هذا كله؟ كهربائي انا ولا صباغ ولا ايش السالفة؟ يباني ابيع 25 ايتم ما في شيء. اوكي معليش هذا كله ينباع، اهم شيء يخلوني اسوق الموتر، اهم شيء يخلوني اسوق هالموتر يا اخوان. اذا ما سقت الموتر اعرف تقييم اللعبة سيء. اوكي كذا خلصنا، كذا خلصنا. اوكي يقول لي روح اللابتوب الحين، بتجيك المهمات. ايش الباسورد يا طيب؟ ما قلت لي ايش الباسورد. ايوه بدينا خيانات. مكتوب هنا باسورد اون ذا بوك. يا ليل ام التلتيه، من بدايتها تلتيه، وين البوك؟ طيب يمديني ازوم انا، ليش معذب نفسي؟ روتيت 2 اخرب بيتك 2 4 8 9 من بدايتها يا اخوان، انا خلاص بطلت اللعبه. مشكله الكهربائيه والله متعقدين يا اخي. كم كان الباسورد؟ اختبار ذاكره. كم الباسورد؟ 2 4 8 9. طيب هنا الانبوكس يقول لي وين المسجات تشوفها والكاستمر الجدد، وهنا من وين المحلات اللي تشتري اغراضك من السبلايرز. وطيب ما شاء الله تبارك الله، ايش هذا؟ تحسه كذا شخصيه حق مايكروسوفت، ايش اسمه هذاك؟ بيل جيتس. اليساندر كاستيلو، داركنس ان ذا باثروم، حمامه ظلام. جيب تايم 5 دقائق وبيعطينا $120 والاكس بي 150 اكس بي. يقول لك I wanted to turn the bathroom light on، يبقى شغلت الحمام بس ما اشتغل، وانا كبير في السن وصعب جدا اني ادخل الحمام في الظلام. اتمنى ان تصليح الليت ما يكون مشكلة كبيرة بالنسبة لك. انا مش شخص غني ريتش مان، ولكن يعني اي هوب شو اسمه فلوسي انها تساعدك يعني. طيب كأول مهمة نتواضع نروح نصلح ليت حمام. هنا يقول لك اوكي اخترت المهمة، ولكن فيه نرشح لك بعض الايتم اللي لازم تشله تقريبا قبل تروح اي مشن. هذا هو، بتحتاج سكرو درايفر بس $20 اشتريه. حلو والله مسهلين الوضع، تشتري على السريع $20 باي. حلو طيب هذا على طول كذا في جيبي ولا شو الترتيب الحين؟ حلو ما شاء الله بيدي مو في جيبي. ليف ذا اوفيس جو تو ذا جوب. طيب بركب السيارة، يس ابى اسوق، بسوق يا اخي محاكاة شوي. ها ما في للاسف. يقول لك كل ما جيت لاي بيت تصلح عندهم اي شيء كهربائي، اول شيء تسويه تروح الى الفيوز بوكس. تروح الى ايش؟ الفيوز بوكس يا اخوان، عشان لا تتكهرب وتجيب ام العيد. وينك الشايب؟ طيب الشايب ما بيتم واقف كذا فوق راسي. ما شاء الله رباب انت، كم عيال عندك؟ هذا نظام السواليف دائما، جاء هندي يصلح. ايوه هذا الفيوز بوكس،
يقول لي تذكر دائما انك تطفي المين فيوز الرئيسي عشان لا تتشلوط علينا وتجيب ام العيد. لكن انا للأمانة اتذكر اخواني صلحت ليت الحمام انت بكرامه من قريب، كل اللي سواه الكهربائي انه جاء طفى يعني تبع الليت هذا بس، ما راح الى الفيوز هذا المين دي بي وما ادري سالفه، بس هذا نوع من الاحتياط يمكن، هذا دور كلوز كل باب مسكره. سبحان الله انا عرفت الحمام، اي والله عرفت، طيب ما يمدينا نشوف اصلا. طيب وليتك الخربان يا طيب، هذا ولا في ولا هذا الحين ايش عرفني انا؟ دقيقه خلنا هذا نشغل ال، ولا كلهم خربانين ولا ايش سالفتك انت؟ ايوه هذا شغال وهذا شغال، هذا اللي طافي. حلو حلو حلو، ها عرفنا المشكلة. أول شيء يا عزيزي المشاهد أنك تحدد المشكلة، غلط من اللعبة حتى في التوتوريال ما يقول لك روح شوف المشكلة وين، اسأل الأونر. طيب نيجي نهندس الحين، مفروض أن نفك هذا. Fix the light switch. طيب كيف؟ ما في تعليمات من هنا من هنا، توتوريال أوكي. Remember fuse box ولا أي تعليمات ثانية. أوكي جينا، أيوة لعبات يا هالمسامير الصغيرة. يقولك تقدر تلف الكاميرا هنا وتحرك الشغلات، وهنا الشغلات الصعبة تيجي ذواير أو التركي بارت يعني اللي فيها الفلسفة، عرفت؟ احنا بنساعدك مثل ما تشوفون الفيديو، يضغط على هذا ويوصله هنا يفك المسمار، بسيطة يمسك الواير يفك المسمار يوصله هنا ويقول احنا بنساعدك just look، بس انتبه الى اشارة الكهرباء واشارة الليت. طيب بعد ما تسوي هذا كله امورك طيبة. يلا بسم الله نهندس، فتحناه سوي روتيت، المهم علينا نفتح المسمارين. ايوه لايت سويتش فري، يا سلام. لا 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 اطلع برا انت. ايوه وصلنا الواير L1 وL3 L1 يا اخوان ومربع تجيبها لب من فوق الحارس. لايت سويتش فريم يا اخوي ارجع انت، لازم نضغط هنا اول شيء يمكن L1، انا متاكد انه فيه. ايوه زو، ايوه يا سلام هذا الزوم. ايوه شوف الاحمر يا اخوان اللي هو الكهرباء تشبكه من تحت، وهذا يوم تضغط عليه يطلع لك النور تشبكه في واحد من الاثنين هذول. تمسك هذا اول شيء فك المسمار تشبكه هنا، بس بسيط يا اخوان ما يحتاج يجيبون كهربائي، اتصرف علي بس. هذا جاي من الدي بي شبكناه، وهذا جاي من الليت اللي فوق. السلام عليكم، رجعه وسكر هذا، سكر المسمارين، سكر هذا، وش غيره؟ في شيء ثاني طال عمرك؟ طيب نروح نشغل الدي بي ونقول بسم الله. الله اكبر الله اكبر يا اخوان، نشغل هذا الليت بعد عشان يدخل الحمام يشوف الإنارة ما شاء الله شغالة في كل مكان وبس. وين الـ back to the office؟ يقول خلاص توكل على الله. طبعا لازم نسكر هذا، تعرفون يا اخوان لازم الإخلاص في العمل. back to the office، عشان اني طفيت الفيوز اعطاني 40، وعشان اني صلحت الليت اعطاني 60، وعشان اني شيكت بعد ما صلحت واشتغل 20. هلا جود مورنينج، هلا هلا جود مورنينج، هلا وسر. صبر صبر، في ناس صبحون علي الحين. وين وين الجود مورنينج؟ هلا هلا والله بالكدش. ذكرني بلاعب بفرجينه والله في مهنة لاعب فيفا 22، كل يومين ثلاث ايام انزل عن فيفا ترى لو ما تعرف عزيز المشاهد. خلصنا الترويج على السريع، هذه يا طول العمر تقول لي انا جديده في المدينه. هلا بالجدد، هلا والله تو ما نورت المدينه، وانا بعد جديد والله وعزابي وكهربائي مسكين على قد. طيب تقول ما مداني انزل اغراضي كلها الا وفي سويتشات كثير في البيت الجديد عندي مثل ما تشوفون في الصور، ولا من ابوهم فائده. ما تقدر تشغل التلفزيون ولا تقدر تشغل ليت الغرفه، غرفة النوم. والحين اعتقد عرفت السبب ليش البيت اللي اجرته رخيص، فعليش نضبط ام الوضع الحين، بس لوكيشن بس.